السلام عليكم، انا ميلان شاكير من هولندا. اليوم جيت على المحكمه في تطوان حيث مرتي اللي كنت مجوز بها 10 سنين جات هنا المغرب، دارت الطلاق وانا ما كنتش في خباري حيث كنا بدينا الطلاق في هولندا وكنا عندنا شركات واملاك في هولندا وخليتها في اسم ديالتها قبل، وجات المغرب دارت الطلاق بلا من انا مشي في خباري وصدمت من اللي عرفت عليه على هذا الشيء اللي وقع لي بان احنا مطلقين. صدمت بزاف حيت دارت هذا الشيء على الاملاك ديالنا باش انا تنازل على حقي ولا اي حاجه، وانا ما كانش كان يعني الطلاق ما كان مشكل اذا كيكون طلاق بالحق، خصك تكون حاضر وتعرف يعني يكون بالقانون، وهذا الشيء اللي وقع لي بلا قانون، وانا كنطلب القضاء المغربي يرجعوا على الحق ان شاء الله والحقيقه يتبين، يعني هذا هو المهم ان شاء الله. وانا ما دخلتش المغرب 5 سنين، ما دخلتش المغرب وما توكلت اي محامي ولا هضرت مع اي احد، يعني كيف هذا الشيء وقع لي انا لحد الان ما كنفهمش. اللي ما كنفهمش انا الطلاق داروا يمكن خلال شهرين ولا مهم بسرعه، ودابا باش نرجع حقي والكذوب ديالهم باش يبان صار لي سنه ونص انا كنجي وكنمشي كنجي وكنجي كنمشي ولحد الان ان شاء الله على داكشي كنطلب القاضي المغرب وفي تطوان خاصه باش يبانوا الحقيقه ويرجعوا اللي غلطوا فيها.